لم تسلم مدارس جبان النوبة في السودان من القصف العشوائي، وكذلك لم يستسلم معظم أبنائها لواقع الحرب. التعليم قد يبدو هنا ترفاً ليس بإمكان الكثيرين نيله، غير أن هناك من يحرص على الدراسة ولو كانت في العراء تحت أفياء الأشجار في شبه فصول لا تقي التلاميذ قيد الصيف ولا زمهرير الشتاء. الوضع بتاع التعليم طبعاً شوية هنا صعب، معلمين طبعاً ما عندهم قروش، ما قاعدين نسرب لهم، هم بس بنقول لهم زول عنده رغبة دار السيد أخو ولا جنب بتاع أخو ولا يال بتاعنا هنا، لأنه عارفين يال ده يال بتاع مستقبل وده يال بتاعنا. توجد حوالي 250 مدرسة في المنطقة، معظمها متنقلة بسبب الأوضاع الأمنية، كما تعرضت حوالي 75% من أبنية المدارس الثابتة للقصف. في الصباح يتلقى الطلاب والطالبات دروسهم في ظل ظروف قاسية تفتقر لأبسط المتطلبات، وفي المساء قد يختلف المشهد قليلا، لكن تستمر فيه المعاناة في استذكار هذه الدروس. ليلا لا شيء يبدد عتمة المساء سوى أضواء المصابيح، وإيمان لدى هؤلاء الطلاب والطالبات بأن العلم نور. وادي صعب لكن متعاملين، لأن ما في طريقة نقوده، لو قعدنا بنكون كسرنا أي حاجة، ما في جديد بيجينا، عشان كده متعاملين نوصل رسالة الفي اللي عندنا نقدر نلقاه من المعلمين بتاعنا ولا من إرشادات من الناس بتاعنا، عشان بكرة نجيبوا التأخير للبلد بتاعنا. أوضاع الطالبات في المدارس الداخلية تبدو أكثر قسوة، فكل فتاة هنا تعاني في صمت من مصاعب تتعلق بفترة الحيض لعدم توفر أبسط احتياجاتهن الشخصية. طبعا دائما بتكون موفرة زمن، مثلا في زمن بتاع عادة وحاجات زي ده احنا قالنا تعبوا شديد، لأنه ما في، لو حتى قلت في السوق الوين ما في حاجات ايش يعني احنا نجيبه مثلا نستربوا نفسنا على حاجات زي ده. يتشارك الطلاب هنا الألم والأمل معا، ويتقاسمون كذلك القليل المتوفر لهم من مأكل ومشرب وأدوات، متحدين ظروف الحرب والفقر بالإرادة. جميعهم يحدوهم الشغف العلمي لتطوير ذاتهم وتغيير حياتهم إلى الأفضل. رفيدة ياسين، العربية، جنوب كردفان، السودان.